دشن في مدينتي الشحر وغيلبة وزير بمحافظة حضرموت توزيع الحقيبة والزي المدرسي للطلاب المستفيدين من مشروع رعاية الأيتام والمقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر شريك المنفذ الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان، وبالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية. وخلال تدشين أكد مدير وحدة تنسيق أعمال مركز الملك سلمان بمحافظة حضرموت عبد العزيز باوزير أن النشاط يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتحسين المستوى التعليمي للأيتام المستهدفين بساحل وادي حضرموت ودعمهم في مواصلة دراستهم بتفوق واستمرارية، يعكس اهتماما وبتوفير فرص تعليم متكافئة لهم وبما يقلل من الفوارق الاجتماعية. من جانبهم حتى أمين عام مديرية الشحر مصباح البحسني ومدير مكتب التربية بالشحر سقاف الهدار ومدير مكتب التربية بمديرية غيلبة وزير عبد العزيز عمر جميع الطلاب والطالبات المستهدفين من المشروع على بذل المزيد من الجهود والمثابرة خلال العام الدراسي.